عليكم تحياتي جميعا متابعي القناة عائلة الغربة. اليوم غادي نتكلم مع الناس اللي عندهم عقود العمل ديال فرنسا. اليوم غادي نجاوب جوج أسئلة مهمة بزاف كتطرح عليا في التعليق أو لا حتى في الخاص. السؤال الأول اللي غادي نتكلم عليه هو واش ممكن أن لوفي أو لعين برجة تأجل لي الرونديفو من بعد ما خرج، يعني عطاوك الرونديفو باش تجي تحط الدوسي أو لا قالك أجي باش تبصم اكسيتيرا. المهم عطاوني الرونديفو، واش ممكن أنه يتأجلوا لي هما؟ السؤال الثاني، واش ممكن الباترون ولا انت تاجل الرونديفو ما وجدتيش الورقات ديالك وبغيتي تاجلو، يعني خرج لي الرونديفو اللي الناس كيتقاتلوا عليه، انت خرج ليك وبغيتي تاجلو ربما 15 يوم او لا شهر او اكسيتيرا. دونك على بركه الله غنشرحوا هذه النقطه يعني مزيان، غير ما تنساوش هذه المره هذه عافاكم تخليو ديجا باش نعرف انكم كتبعوا الفيديوهات ديالي وكيعجبكم، وامي طوم بغيت هاد السؤال هذا يخرج بزاف ديال الناس يشوفوه ويفهموه ويضبطوه لان فيه النصب وفيه الاحتيال. درا على بركه الله. الوغ واش ممكن لوفي انها يعني تصدمك من بعد ما خرج لي الرونديفو تقول لك تانولا او لا ماشي تانولا تاجل، يعني غناجلوا لك الرونديفو ديالك حتى نعطيوك وقت اخر او لا تاريخ اخر يعاودوا يصيفطوه لك. اذا الاجابه هي كالتالي بكل سهوله لا يمكن، يعني ما يمكنش ان لوفي تعطيك الرونديفو تعاود تاجلو امبوسيبل. هاد القضيه هادي من نهار انا كنتكلم على عقد العمل تقريبا 3 سنين وقعت مره واحده، دونك وقعت مره واحده وقعت لوفي اجلات عقود العمل بزاف ديال الناس في مده ديال 20 يوم كانوا كيوصلوهم ايميلات انه غادي تاجل الرونديفو. بالضبط وقعت في الاخر ديال شهر 9 وفي الاول ديال شهر 10 ديال 2022 العام اللي فات، وكان المشكل كانوا كلهم كيصيفطوا لهم عندنا مشكل، كيقولوا لهم عندنا مشكل في المنظومه المعلوماتيه، يعني داكشي ديال البيسيات والتخربيق ديالهم. المهم كان يعني قالوا علاش عندنا مشكل وكنأجلوا المواعيد، دونك يعني هكذا كيوصل كيقول لك علاش علاش، ومره واحده دونك في 3 سنين وقعت لانه كان مشكل في المنظومه المعلوماتيه ديال عين برجة. الوغ باش نجي اليوم شحال واحد كيتكلم معايا كيقول لي انه في جا الباترون اولا جا السنسار قال له الرونديفو ديالك تاجل، سبحان الله العظيم. هاد القضيه ما كايناش، كنتاكد لكم انه هاد القضيه ما كايناش، فهذا كيعني انا السنسار ولا الباترون كيكذب عليك اولا القضيه فاينه. الوغ امبوسيبل انه لوفي تعطيكم ضبطوها مزيان، امبوسيبل ان لوفي صيفط لي من بعد ما خرجت لي الرونديفو اللي فيه ديجا مشكل عطاتو ليا وتعاود تاجلو ما يمكنش. نعاود نفكركم ربما شي وحده كيجيو كيقولوا كاين ازمه ما بين فرنسا ولا ما جو سي با شنو يقدر يقول لك او لا كاين احتجاجات او او او. كنعاود نفكركم في الاول ديال 2022 العام اللي فات في بدايه الازمه او لا في اوج الازمه الفرنسيه المغربيه، يعني بدات كتفكك يعني كتفكك يعني بزاف الحوايج ما بين فرنسا والمغرب، يعني كانت ازمه خانقه. ما تاجل حتى موعد، حتى موعد واحد ما تاجلش واخا كانت الازمه. دونك ما يجيش واحد يكذب عليكم يقول لكم حقا كاين مشكل او كاين كذا او كاين كذا، غير كيتفلى على راسو. الوغ امبوسيبل تاجلو امبوسيبل الا ما قالتلكش، يعني الا كانت ظروف يعني ظروف يعني لا اله الا الله. ودابا انا ماكد لكم انه بزاف ديال الناس غادي يبداو يقولوا لهم السماسريه حقا تاجل لك الرونديفو لحقاش كاين مشكل في النظام المعلوماتي، لان بزاف ديال الناس كيشوفوا لي فيديو ديالي ودابا غادي يمشيو كيفاش نقولوا غادي يزينوا الكذبه ديالهم. دونك ردوا البال ردوا البال، انا الا كانت شي حاجه جديده غادي نهضر عليها فيديو باش ما تقولبوش ما يتفلاوش عليكم ما تعطيوش الفلوس. الوغ السؤال الثاني اللي تا هو مهم بزاف، السؤال الثاني واش ممكن تتاجل المواعيد؟ الوغ عندي المواعيد نورمالمون مثلا من هنا 15 يوم، مي انا مازال ما وجدتش الوراق، انا مازال ما وجدتش الوراق لان الباترون ما وجدنيش او لا ما كنتش وصلني الرونديفو ما وجدش ما بواني من الاخر ما وجدش. نورمالمون ما عنديش كيما درت اجل الرونديفو، لان كنسمع بزاف الناس كيقولوا الباترون عاوتاني كيما قلت لكم كيقولوا الباترون اجل لي، كيقولوا انا اجلت لك حقا لان هاد القضيه دي وقعات له بدخالي. قال له السمسار ولا الباترون قال له انه اجلنا لك حنا هما اجلوا ليه الرونديفو حتى لواحد دات واحد اخرى. والبروبليم ردوا البال قالوا انا كنبغي والله العظيم دابا هو مزيان ليكم نتوما ولكن السماسريه كيفيقوا في هذا الحرام. قال له
اجلت لك الرونديفو وعطاوني مثلا كان 15 شهر 7 ورديتو لك 15 شهر 8. سبحان الله العظيم، وليتي انت هو وزير الفلاحه ديال المغرب، تجي تقاد لنا الرونديفو فوقاش ما بغيتي. امبوسيبل، غير كذاب غير كذاب غير نصاب. هذا اللي يقول لك هكذايا اجلت لك، لان كما قلت لكم انا كنعطيكم مثال، ولد عائلتي كانوا نصبوا عليه وداو له فلوسه. دونك ملي يجي يقول لي السمسار لا وحق اجلته لك لطريقه وحده اخرى، ما كايناش، كذاب. كاين مشكل في الرونديفو، كاين تاخير، يعني كاين قتاليه وحرب باش ناخذ رونديفو. انت سبحان الله جيتي اجلتي عليا لقيتي واحد اخر، سبحان الله العظيم. الوغ هذه ما كايناش. النقطه المهمه عندي، واش انت ممكن تاجلو ما يمكنلكش تاجلو؟ والا قدر الله ما مشيتيش للرونديفو ديالك، دونك ممكن انك تعاود تفعلهم باش تاخذ رونديفو واحد اخر. مي باغ كونت غادي تعطل عليك بزاف، حتى غادي تموت لك الكونترا. لحقاش الكونترا الا فات 6 شهور كتموت. دونك يعني هذيك اوتوريزاسيون دو ترافاي اولا التصريح بالعمل اللي خداه المشغل من الديار الفرنسيه من لا بريفيكتور كيموت، ما غاديش يبقى طول العام. الو فهاد الحاله هادي الى ما مشيتش الرونديفو وقعت لي مصيبه ولا وقعت لي شي حاجه، اذا قدر الله باش نعاود ندفع لهم نعتذر لهم لوفي نقول لهم بغيت رونديفو واحد اخر يقدروا يعطيوه لك، ولكن يكون سي ترو طار، سي ترو طار. دونك خصني نعاود كونترا واحد اخرى. داكشي علاش نورمالمون الدالي نحاولوا نوجدوا الوريقات. نورمالمون كيعطيوك، نورمالمون اللي كيعطيو الرونديفو راه كتكون المده ديال 15 يوم ولا 3 سيمين كتكون كافيه. كنأكد لكم تقدروا تجمعوا الوريقات في 3 جوغ، يعني ما تبردش. ربما شي واحد كيتخلعوا دوك لا اجل الرونديفو 3 جوغ توجد وريقاتك، خاصك شويه ديال الفلوس، تدور هنا تدور هنا وغادي غادوز الامور مزيان. دونك هنا وضحت هاد السؤالين اللي كيتطرحوا عليا بزاف ديال المرات، جيسبيغ انكم تكونوا فهمتوهم وتكونوا دخلتوهم من الراس، ما يتقلبوش عليكم الناس اولا ما يتفلاوش عليكم السماسريه ولا الباترون. حتى واحد ما يتفلى عليكم، حتى واحد ما ينصب عليكم. هذا هو المهم، هذا هو الهدف ديال القناه ديالي، هو ان حتى واحد ما يتقلب. دونك كنتمنى انه يعجبكم الفيديو، كنعرف نوصيكم ما تنساوش لي جيم، ونضربوا موعد الفيديو القادم. دمتم في رعايه.